السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلاب بريب 1، ورجعنا لكم فيديو جديد من قناتنا دكتور ساين صفاء. أتمنى لو أول مرة تشوفوا قناتنا الاشتراك معنا في القناة وننزل نعمل لايك على الفيديو ده. الفيديو رقم 3 لشرح منهج الساينس فيرست تيرم لأبنائنا طلاب بريب 1. المرة اللي فاتت يا ولاد شرحنا وقلنا الأتوم بتتكون من إيه. تعالوا كده نفتكر مع بعض، الأتوم بتتكون من نيوكليوس، نواة. النواة دي بيكون جواها بروتون، بروتون بياخد شحنة موجبة، رمزنا له بالرمز بي. وجواها نيوترون، نيوترون بياخد رمز ان، بياخد شحنة متعادلة يعني موجب وسالب، رمزنا له بالرمز ان. وحوالين النيوكليس دي بتدور الالكترونز. بتدور فين بقى؟ بتدور في مستويات للطاقة، اهي بتبقى حوالين النواية بتدور بشكل دائري. دي الانيرجي ليفل اللي بيكون موجود فيها الالكترونز. الالكترونز بره بتكون واخدة شحنة سالبة اي ماينس، وده كله المكونات بتاعت الاتوم. دي مكونات الاتوم. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الاتوم بتتكون من ايه. مس بتتكون من نيوكليوس بداخلها بروتون بوزيتيف تشارج ونيوترون نيوترال تشارج، وبعدين حوالين منها بيكون في انرجي ليفل مستويات طاقه بيكون موجود فيها الالكترونز. احنا النهارده هنتكلم بقى على الانرجي ليفلز، مستويات الطاقه الخارجيه دي. طيب مين اللي اكتشف مستويات الطاقه الخارجيه دي يا ولاد؟ اكتشفها عالم دنماركي اسمه العالم بور. لما اكتشفها وجد ان هما 7 مين انرجي ليفل، 7 مستويات للطاقة بتكون موجودة جوه منها الالكترونز وبتدور حوالين النواة. يبقى الالكترون ريفولف يعني الالكترونات بتدور اتش اكوردنج تو اتس انرجي، حسب كل طاقتها. يبقى كل الكترون بيكون ليه انرجي طاقة معينة، كل طاقة دي هي اللي بتسمح له بالايه، بالريفولف بالدوران. Around the nucleus in 7 main energy level، في 7 مستويات للطاقة. طيب سميناهم ايه 7 مستويات الطاقة؟ هنمسح الكلام ده. 7 مستويات الطاقة اللي اكتشفهم العالم بور سميناهم K L M N O B Q، سماهم بالحروف الأبجدية. K أول energy level، L تاني energy level، M تالت energy level، N رابع energy level، O خامس energy level، B سادس energy level، Q. يبقى العالم بور اكتشف ان في 7 main energy level، 7 مستويات للطاقة بيكون جوه منها الالكترون وبتدور حوالين النواة. هو اكتشف الاكتشاف ده وبعد كده توفى. جم العلماء بعد منه اكتشفوا ان كل انرجي ليفل من مستويات الطاقة الرئيسية بيتكون مستويات طاقة فرعية، سموها ايه؟ سموها سب ليفل. يبقى كل انرجي ليفل بيتكون من سب ليفل. الكترون ريفولف اتش اكوردنج تو اتس انرجي، كل الكترون بيعمل ريفولف بيدور حسب الطاقة بتاعته، كل الكترون بيكون ليه انرجي خاصة بيه. Around the nucleus in 7 main energy level، المهم ان هو بيدور حوالين النيوكليس في 7 مستويات طاقة رئيسية. The number of each of them is refilled by the symbol N، عدد المستويات دي بيرمزوا لها بالرمز N زي ما احنا شايفين في الجدول. energy level number رمزنا لها بالرمز ايه؟ N. انتوا عليكم تدرسوا الاربع مستويات الاولانيين بس، ال first وال second وال third وال fourth اللي اسمهم K L M N، دول من اللي عليكم ان انتوا تدرسوها. بس المهم ان احنا عرفنا ان الالكترون بتتوزع في كام انرجي ليفل؟ 7 مين انرجي ليفل. طيب بعد كده العالم بور بعد ما توفى جم العلماء يكملوا المسيره بتاعته، فقالوا لا هو ما فيش 7 مين انرجي ليفل بس، ده في حاجه اسمها انرجي ليفل وفي حاجه اسمها سب ليفل، يعني مستويات طاقه اساسيه ومستويات طاقة فرعية. ادي اهي مين انرجي ليفل اللي اكتشفها العالم بور، اللي قلنا عددهم كام يا ولاد؟ عددهم 7 يا ميس.
طيب بعد كده العلماء اكتشفوا ان الانرجي ليفل كونسيستس اوف نمبر اوف انرجي سب ليفل، مستويات طاقه فرعيه. مستويات الطاقه اللي اكتشفوها العلماء اللي هي السب ليفل الفرعيه كام واحده؟ 4. هناخدهم بعد كده ان شاء الله قدام شويه، بس المهم ان انتوا تعرفوا ان هم 4 سب ليفل. يبقى احنا عندنا مين انرجي ليفل 7، 7 مين انرجي ليفل، وعندنا انرجي سب ليفل اللي هم 4 اس بي دي اف. طيب لحد هنا تمام؟ تمام. بعد كده بيقول لك in which the electron revolves in different shape، اللي فيها بتدور الالكترونات. بعد كده جه قال لك ايه، each of the first four energy level can be saturated with a definite number of electron. يعني الاربع مستويات الرئيسيين اللي احنا قلنا هندرسهم اللي هم الكي والال والام والان بيحصل لهم حالة اسمها saturated. saturated يعني بيتشبع، بيتشبع بديفينيت نمبر اوف الكترون، بعدد معين من الالكترون. طب يا ميس انا هعرف العدد المعين اللي هو هيتشبع بيه ازاي؟ عن طريق معادله رياضيه، ماثيماتيكال ريليشن. الماثيماتيكال ريليشن المعادله الرياضيه اللي عندك اسمها ايه؟ اسمها 2n باور 2. 2n باور 2. طب ايه هي الان؟ الان احنا لسه قايلينها فوق، هي النمبر اوف انرجي ليفل اللي هو الفيرست او السيكند او الثيرد او الفورث. طب تعالوا كده نشوف كل انرجي ليفل بيحصل له حاله ساتوريتد بكام الكترون. جه قال لك مثلا الانرجي ليفل نمبر 1 اسمه كي، يبقى اول انرجي ليفل اسمه كي. هو نمبر كام يا ولاد؟ نمبر 1، يبقى الان بتاعته ب1. تعالوا نعوض في المعادلة الرياضية السابقة دي الماثيماتيكال ريليشن، ال n اللي هو ال 1 اللي هو ده. يبقى احنا عندنا القانون بيقول 2n باور 2، يبقى 2 في ال n 1 باور 2 هيبقى 2 ملتبلاي 1 ايكوال 2 الكترون. يبقى الانرجي ليفل نمبر 1 بياخد 2 الكترون فقط. هياخد 2 الكترون، لو جاله الكترونات تانية اقول له لا معلش انا كده خلاص كومبليت، اطلع المستوى التاني اللي بعد مني. نيجي المستوى التاني اللي اسمه ال L، هو رقم كام؟ رقم 2. طيب نعوض في الاكويشن بتاعتنا 2n باور 2. طيب يبقى هو 2 ملتبلاي ال n بكام؟ ال n ب 2 اهي باور 2، يبقى 2 باور 2 هتبقى 4، يبقى 2 ملتبلاي 4 ايكوال 8 الكترون. يبقى السكند انرجي ليفل بياخد 8 الكترون، لو جاله اكتر من 8 يقول له لا معلش انا كده ساتوريتد، روح الليفل اللي بعد مني. نيجي بعد كده الانرجي ليفل اللي اسمه الام، هو رقم كام؟ رقم 3. نيجي نعوض في الايكويشن 2n باور 2 هيبقى 2 ملتبلاي الn بكام؟ الn ب 3 باور 2، 3 باور 2 ب 9 ملتبلاي 2 ايكوال 18 الكترون. يبقى كده المستوى الثالث بيتملي ب 18 الكترون. اخر مستوى اللي هو المستوى الرابع اللي انت هتدرسه، احنا قلنا ان هما 7 مستويات 7، انت هتدرس لحد 4 السنه دي بس. هو رقم كامل ان رقم 4، يبقى هنحط ال 4 مكان ال n في الايكويشن بتاعتنا، يبقى 2 ملتبلاي 4 باور 2 هيبقى 2 ملتبلاي 16 ايكوال 32 الكترون. يبقى اذا مستويات الطاقه الفيرست والسكند والثيرد والفور، اول واحد بيتملي ب 2 الكترون، ثاني واحد ب 8 الكترون، ثالث واحد ب 18 الكترون، رابع واحد ب 32 الكترون. زي ما احنا شايفين في الرسمه اهي، ادي اول مستوى طاقه اللي هو القريب من النواه اللي هو مكتوب عنده ال n equal 1، بعد كده تاني واحد ال n equal 2 متوزع فيه 8 الكترون، تالت واحد ال n equal 3 فيه 18 الكترون، اخر واحد ال n equal 4 متوزع فيه كام؟ متوزع فيه 32 الكترون. بيقول لنا هنا ملحوظة مهمة جدا يا ولاد، بيقول لك ايه؟ The energy of an electron increases as the energy level that's revolved in move farther from the nucleus. As the electron energy equal,
the energy of the level it revolved in it. معنى الكلام ده ايه؟ كل الكترون موجود في مستوى الطاقة بيكون ليه انرجي. الانرجي بتاعت الالكترون اللي في مستوى الطاقة الاخير بتكون عالية جدا. ليه؟ لان هو بعد عن النواة. يعني هنا مثلا الجزئية دي هي النيوكليس، النيوكليس بتاعتك اللي فيها البروتون وفيها النيوترون. قلنا البروتون شحنته موجبة والنيوترون شحنته متعادلة، موجب وسالب، يعني تعتبر كأنها مهملة. البروتون الموجب بيشد ويجذب الإلكترون السالب ناحيته. فالمستوى N1 اللي اسمه K، ادي هو المستويات، اول واحد N1K، تاني واحد L، اللي بعديه M، اللي بعديه N، اللي بعديه O. المستوى الاولاني الكي الاولاني بيتشبع بكام الكترون؟ بياخد 2 الكترون، واحد هنا وواحد هنا. طب الالكترون شحنته ايه يا ميس؟ احنا قلنا الالكترون شحنته سالبة. طب الالكترون شحنته سالبة، طيب يبقى هو هيحصل تجاذب ما بينه وما بين النيوكليوس اللي فيها البروتون الموجب، تبقى شدة جامد قوي قوي ناحيتها. يبقى لذلك كل ما الالكترون هيكون بعيد في مستوى الطاقة اللي بعيد عن النيوكليوس، الانرجي بتاعته هتكون قوية، هيقدر يلعب ويروح ويجي براحته. انما كل ما يكون قريب من النيوكليوس الانرجي بتاعته بتكون ضعيفة. عاملة زي ايه يا ولاد؟ عاملة زي مثلا ماما خدتك وراحت تزور جده. جده ساكن في عمارة 5 ادوار، هو في الدور الاولاني، فانت قاعد قدام ماما زي الالف، مش قادر تتحرك ولا تروح ولا تيجي، الطاقة بتاعتك قليلة عشان انت قاعد في الدور الاولاني. جده راح اداك شوكولاتاية، قمت انت طالع فوق عند خاله اللي في الدور التاني، فطاقتك بقت اكتر. ليه؟ انت بعدت عن نيوكليوس، بعدت عن مامتك، فبقيت تتحرك اكتر، عندك طاقة اكتر تروح وتيجي. بعد شوية خاله اداك كوباية عصير، فبقى عندك طاقة اكتر، قمت طلعت الدور التالت عند ايه؟ خاله التاني. خاله التاني بقيت عندك طاقة اكتر، عمال تلعب وتروح وتيجي عشان انت بعيد عن النيوكليوس، بعيد عن مامتك، فطاقتك كانت اكتر. راح مديك سندويتش، قمت طلعت فوق عند خالته في الدور الرابع، فطاقتك بقت اعلى. كل ما بتبعد عن النيوكليوس اللي هي مامتك كل ما طاقتك ما بتزيد. يبقى كده الانرجي اوف الكترون انكريزز از ذا انرجي ليفل ذات ريفولف ان موف فارذر فروم ذا نيوكليوس. يعني الطاقه بتاعه الالكترون بتزيد كل ما بيحصل له ريفولف بعيد عن النيوكليوس. طيب نمبر 2، الانرجي ديفرنس. في حاجه بقى اسمها انرجي ديفرنس، يعني فرق الطاقه between each level and the next one. بيحصل ايه؟ بصوا كده، الفرق ما بين المستوى الاولاني الN1 والمستوى التاني، في فرق كبير ما بينهم. شايفين كل دي مسافة؟ المسافة دي بنسميها ايه؟ فرق الانرجي. فرق الانرجي بنقول عليها دلتا انرجي، يعني فرق الطاقة. فرق الطاقة ما بين المستوى الاولاني والتاني بتكون كبيرة قوي. كل ما بتبعد عن النواة الفرق بيقل. بصوا الفرق ما بين المستوى الثالث والرابع اهو اقل. طيب المستوى الثالث والرابع اهو اقل. المستوى الرابع والخامس اهو اقل. يبقى انت كل ما بتبعد عن النيوكليوس وتروح لمستوى طاقة اعلى الفرق بتاع الانرجي بيقل. عامل بالظبط كأن انت باني عمارة برضو 5 ادوار، فالدور الثاني في العمارة الارتفاع ما بين الارض والسقف 3 متر، جيت تبني الدور الثالث بتقلل المسافة دي شوية، هتخلي الارتفاع ما بين الارض والسقف 2.5 متر، جيت تبني الدور الرابع بتقلل المسافة تخلي الارتفاع ما بين الارض والسقف 2.25 متر، جيت تبني الدور الخامس هتخلي المسافة ما بين الارض والسقف 2 متر. يبقى انت كل ما بتبعد عن النيوكليوس تبعد عن الارض بتاعتك، المسافة ما بين التو ليفل بتقل. يبقى energy difference between each level and the next one decrease as the distance from the nucleus increase. يعني الفرق ما بين التو energy level بيقل كل ما المسافة ما بينك وما بين النيوكليوس ما بتزيد. على سبيل المثال the energy difference between level N، level N ده اللي هو number 2، and level M
ليفل ام اللي هو نمبر 3 الاثنين دول is less than between level k and level l. اهو زي ما احنا قلنا المسافة هنا في الجزئية دي اهي اللي عندها ستار دي بتكون اقل من المسافة هنا في الجزئية دي. شايفين المسافة فوق بتكون اقل من المسافة تحت. بيجي يسألك هنا سؤال وبيقولك which is greater the difference in energy between the level L and M or between the level M and N. تعال كده في الرسم بيسألك بيقولك الفرق في الطاقة ما بين مستوى الطاقة ال L وال M أكبر ولا مستوى الطاقة ال M وال N. تعالوا كده نشوف. تبع الرسم ادي المستوى L فوق منه المستوى M وادي المستوى فوق منهم المستوى ال N L M N. زي ما احنا شايفين كده the difference in energy between two energy level L and M بيكون اكبر. ليه؟ لان المستوى الطاقة ال L وال M بيكون قريب من النيوكليوس لذلك ال energy difference بيكون كبير. انما قارن هنا بقى ما بين ال M وال N. ال M وال N زي ما انت شايف ال energy difference قليل لان ال M وال N بيكون بعيد far from the nucleus. يبقى كل ما الانرجي ليفل كان قريب من النيوكليوس الانرجي ديفرنس بتكون كبيرة انما كل ما بيبعد عن النيوكليوس زي الام والان كده الانرجي ديفرنس بتكون قليل. يبقى هنا الانرجي ديفرنس في الام والال بتكون اكبر من الانرجي ديفرنس بتوين الام والان. يبقى هنقوله the energy difference between each level and the next one decreases as the distance from the nucleus increase. الفرق في الانرجي ليفل بيقل كل ما المسافة ما بيننا وما بين النواة ما بيزيد. Therefore the energy difference between the level L and M is greater than between the level M and N. ندخل لتايتل جديد rules for electron configuration in energy level. يعني ايه القواعد المتبعة للتوزيع الإلكتروني في مستويات الطاقة اللي قلنا عليها. قلنا انت هتهتم بأول 4 energy level اللي هو K والL والM والN. Number 1 the first energy level filled with electron first. لازم انت تملأ أول مستوى طاقة. احنا قلنا هنهتم بإيه؟ بالK والL والM والN. ادي الK والL والام والان. انا لازم املا اول مستوى طاقة عندي الاول اللي هو الكي وبعد كده اتنقل للمستوى الطاقة التاني followed by higher energy level successfully according to the number of electrons in each element atom. حسب عدد الالكترونات اللي موجودة في الاتوم ابدأ اعمل التوزيع الالكتروني اللي اسمه electron configuration. مثلا احنا عندنا هنا الصوديوم اتوم. الصوديوم اتوم فيها كام الكترون يا ولاد؟ فيها 11. ال11 دول هوزعهم على مستويات الطاقه اللي موجوده عندي. اول مستوى طاقه اللي هو الكي هياخد كام الكترون؟ هياخد 2. يبقى الكي هياخد 2 زي ما احنا شايفين اهو اول انرجي ليفل فيه 2 الكترون. طيب تاني انرجي ليفل اللي هو ال بيتملئ وبيحصل له ساتوريشن ب 8 الكترون. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 اتبقى لي كام من ال11 اللي موجودين؟ اتبقى لي 1. ال1 الاخير هيتحط في اخر انرجي ليفل اللي هو اسمه الام هيبقى فيه الكترون واحد. وهنا ما بنيجي نعمل الالكترون كونفيجوريشن مش هنتبع القاعده بتاعه الماثيماتيكال رولز اللي قلنا عليها 2 ان باور 2. لا احنا بنتبع قاعده ثانيه ان المستوى الاولاني اللي هو الكي بيتملي ب2 الكترون والمستوى الثاني بيتملي ب8 الكترون والمستوى الثالث بياخد برضو 8 الكترون مش هياخد 16 زي ما قلنا في الرولز. هو هيقول للالكترونز طب انا ليه انتوا كلكم تقعدوا عندي انا بتملي وبشبع ب8 الكترون. الالكترونات الزياده تروح للانرجي ليفل اللي بعد مني. فاحنا هنا هنتبع قاعده 2 8 8 وبقيه الالكترونات هتبقى في المستوى الاخير.
يبقى هنا بالنسبة لذرة الصوديوم اما نيجي هنعمل التوزيع بتاعها، اول انرجي ليفل هياخد 2، تاني انرجي ليفل هياخد 8، اخر انرجي ليفل هياخد 1. نمبر 2، the last outermost energy level in any atom doesn't contain more than 8 electrons. زي ما قلنا اخر مستوى طاقة مش هيكون فيه اكتر من 8 electron، لو فيه اكتر هيروح للمستوى اللي بعده. whatever its number is except the first energy level k cannot contain more than 2 electrons. المستوى اللي هو الكي ما بيحتويش على اكتر من 2 electrons، يبقى المستوى K بياخد 2 electron only اللي هم دول، انما المستوى ال L وال M وال N كل واحد فيهم بيشبع ب 8 electron، وبعد كده يقول لي الالكترونات التانية روحي للمستوى اللي بعد مني. As this is the explanation، هيقول لك بقى الشرح للموضوع ده، of the electron configuration in different energy level. عندك the level K filled with 1 or 2 electron، قلنا المستوى K بيتملي ب 1 أو 2 electron حسب عدد الإلكترون في الأتوم. على سبيل المثال انت عندك هنا الهيدروجين، الهيدروجين السيمبل بتاعه H هو فيه 1 electron، ف 1 electron دول هيتوزعوا في الانرجي ليفل نمبر 1 اللي اسمه K، فهيبقى فيه 1 electron زي ما احنا شايفين في الصورة في 1 electron. عندنا الهيليوم، الهيليوم HE، الهيليوم فيه كام الكترون؟ فيه 2، فالتو الكترون هيتوزعوا على مستوى الطاقة الاولاني هيبقى فيه 2 الكترون. ولازم نبقى فاهمين ان مستوى الطاقة الاول the first energy level اللي هو الكي بيحصل له saturated with 2 الكترون only. طيب تعالوا نشوف هنا مثال، هنا ادينا مجموعة من الاتوم وعمل لك الالكترونيك configuration بتاعها. مثلا احنا عندنا بدأنا بالليثيوم L I فيها كام الكترون؟ ليثيوم فيها 3، وهنا البريليوم B E فيها كام الكترون؟ فيها 4. بعدين البورون B فيها 5 الكترون، الكربون C فيه 6 الكترون، النيتروجين N في 7 الكترون، الاكسجين في 8 الكترون، الفلورين في 9 الكترون، النيون في 10 الكترون. هنتمرن هنا ان احنا نعمل الالكترونيك كونفيجوريشن لكل اتوم من الاتوم دي. The level L is filled with 1 electron and up to 8 electron. مستوى الطاقة الثاني اللي اسمه ال L بيتملي من 1 لـ 8، اكتر من 8 على طول نرحله للمستوى الطاقة اللي بعده. تعالوا نشوف في اول مثال لينا الليثيوم، ادي الليثيوم يمس في كام الكترون؟ قلنا في 3، يبقى اول انرجي ليفل هياخد 2 الكترون. طب اتفضل كام من 3؟ اتفضل 1، هيتنقل على طول لتاني انرجي ليفل هيبقى فيه 1 الكترون. طيب البريليوم في 4 يمس، يبقى اول انرجي ليفل هيبقى فيه 2، ادي 2 الكترون. اتفضل كام من الفور؟ اتفضل 2، هيتنقلوا ال 2 لتاني انرجي ليفل. البورون في 5 الكترون، اول انرجي ليفل قلنا بيحصل له ساتوريتد ب 2 يبقى هياخد 2. اتفضل كام من 5؟ اتفضل 3، هيروحوا لتاني انرجي ليفل. الكربون، الكربون في 6، اول انرجي ليفل هياخد 2، بعد كده اتفضل كام من 6؟ اتفضل 4، هيتوزعوا على تاني انرجي ليفل. النيتروجين في 7، يبقى اول انرجي ليفل هياخد 2، هيتفضل كام من 7؟ هيتفضل 5، هيتوزعوا على تاني انرجي ليفل. الاكسجين في 8، يبقى اول انرجي ليفل هياخد 2، هيتفضل كام من 8؟ هيتفضل 6، هيتوزعوا على تاني انرجي ليفل. الفلورين، الفلورين في 9، يبقى اول انرجي ليفل هياخد 2، اتفضل كام؟ اتفضل 7، هيتوزعوا على تاني انرجي ليفل زي ما احنا شايفين في الصورة. النيون في 10، اول انرجي ليفل هياخد 2، هيتفضل 8، هيتوزعوا على تاني انرجي ليفل. خلي بالك بقى في النيون
تاني انرجي ليفل كده في كام الكترون؟ في 8، فكده حصل له ساتوريشن. يعني لو في ذره فيها اكتر من 10 الكترون، لو هيبقى مثلا فيها 11 الكترون، يبقى معنى كده ان الالكترونات الزياده هتتوزع على تالت انرجي ليفل، هنضيف لها انرجي ليفل جديد عشان تتوزع فيه. يعني هنا النيون عباره عن 2 انرجي ليفل، الكي والال. الكي في 2 الكترون والال في 8 الكترون. طبعا هو قلنا الانرجي ليفل بيتشبع ب 8 الكترون، اكتر من ال 8 هنفتح له مستوى طاقة جديد. هيجي هنا بقى هيديك مثال على بعض الاتوم اللي فيها مستويات طاقة، هنفتح ليها مستوى الطاقة الثالث. قال لك مثلا عندك الصوديوم، تعالوا نرسم كده الصوديوم ان ايه في 11، المغنيسيوم ام جي في 12، الالومنيوم AL في 13 وهكذا. هتبص هنا نبدأ بالصوديوم اتوم فيها كام الكترون؟ فيها 11 يا ميس. يبقى اول انرجي ليفل هياخد 2 الكترون، تاني انرجي ليفل هياخد 8 وخلاص كده هو بقى ساتوريتد. هتفضل لي كام من ال 11؟ هتفضل 1. هنحط ال 1 اللي فاضل في تالت انرجي ليفل، يعني هتبقى بالشكل ده. ادي الكي، ال الام. اول انرجي ليفل هياخد 2، تاني انرجي ليفل هياخد 8، اخر انرجي ليفل هياخد 1. طيب تعالى للمغنيسيوم، المغنيسيوم في 12 يا ميس. اول انرجي ليفل هياخد 2، تاني انرجي ليفل هياخد 8. خلاص هو 8 حصل له ايه؟ حصل له ساتوريشن، يعني لو في الكترون زياده هتروح للثيرد انرجي ليفل. طب احنا كده حطينا 2 و 8، اتفضل كام 12؟ اتفضل 2، يبقى هنحطه في الثيرد انرجي ليفل. طب الالومنيوم في 13، يبقى اول انرجي ليفل 2، تاني انرجي ليفل بيحصل له ساتوريشن ب 8، اللي اتفضل 3 هيبقى في اخر انرجي ليفل. السيليكون 14، يبقى 2 8 4. الفوسفورس 15، يبقى 2 8 5. السلفر 16، 2 8 6. الكلور 17، 2 8 7. الارجون 18، 2 8 8. خلي بالك بقى في الارجون، ادي المستوى الثاني في 8 وادي المستوى الثالث في 8. يعني لو عندك اتوم فيها اكتر من 18 الكترون هتفتح لها مستوى طاقة رابع، عشان احنا قلنا مستوى الطاقة بدءا من الثاني والثالث بيحصل له ساتوريشن ب 8 الكترون اونلي، مش هيتحمل اكتر من 8. تعال نشوف مثال تاني على البوتاسيوم اتوم. البوتاسيوم اتوم فيها كام الكترون يا ولاد؟ البوتاسيوم كي 19، فيها 19 يا ميس، يبقى هي كي 19 الكترون. طيب يبقى انت هتملى the first energy level with 2 الكترون، كلام جميل. اتفضل كام من 19؟ اهو هنشرح ال 19 هنعمل subtract ال 2، هيتفضل 17 الكترون. يبقى انا هاخد المستوى الطاقة التاني هحط فيه كام؟ قلنا بيحصل له saturation ب 8 الكترون. يبقى دلوقتي 17 اللي كانت موجودة عندك هنا اخدنا منهم ال 8، اتفضل لي كام؟ اتفضل لي 9. طيب ال 9 الكترون ابدأ اوزعهم على مستويات الطاقة اللي فاضلين. هتيجي هنا هيقولك بالرغم من انه الليفل اللي اسمه M بياخد 18 الكترون، لكن احنا قلنا هو بيحصل له ساتوريشن ب 8 الكترون اونلي، هياخد 8 الكترون وبعد كده اي الكترون زيادة هيروح للانرجي ليفل اللي بعد منه. طب احنا عندنا يا ميس فاضل 9، يبقى هنعمل ايه؟ هناخد من ال 9 دولم 8 هنحطهم في الانرجي ليفل نمبر ام، ويتفضل لنا 1 هنحطه في اخر انرجي ليفل. هيبقى التوزيع الالكتروني زي ما احنا شايفين في الشكل اهو بالشكل ده. ده اول انرجي ليفل نمبر 1 بياخد 2 الكترون،
بعد كده السكند انرجي ليفل هياخد 8 الكترون، الثيرد انرجي ليفل هياخد 8 برضو الكترون، الفورث انرجي ليفل هياخد ال1 اللي فاضله. اما هتكتب السيمبول بتاع الاليمنت كده اللي فيه 19 الكترون، بعد كده تعمل الالكترونيك كونفيجوريشن، فيرست انرجي ليفل، سكند انرجي ليفل، ثيرد انرجي ليفل، فورث انرجي ليفل، اللي هو الكي والال والام والان. قلنا اول انرجي ليفل بيحصل له ساتوريشن بكام الكترون؟ اول انرجي ليفل يميز بيحصل له ساتوريشن ب2، تاني انرجي ليفل بيحصل له ساتوريشن ب8، تالت انرجي ليفل بيحصل له ساتوريشن ب8. اتفضل كام؟ اجمع كده 2 بلس 8 ب10، 10 بلس 8 ب18، اتفضل 1 الكترون عشان توصل لل 19، يبقى هيتحط في اخر انرجي ليفل، وده كده الالكترونيك كونفيجوريشن بتاع البوتاسيوم اتوم. طيب بيجي في جزئيه هنا بيقول لك ايه؟ تيك كير، خلي بالك. اخلي بالي من ايه؟ ذا الكترون كونفيجوريشن اوف ماجنيسيوم اتوم ام جي ويتش هاز 12 الكترون ريفولفينج اراوند اتس اتوم نيوكليوس مديك 3 الكترونيك كونفيجوريشن، واحده فيهم هي الكوريكت والاثنين التانيين رونج. طب تعالوا نشوف المغنيسيوم ام جي في كام الكترون؟ في 12. هنيجي نعمل الالكترونيك كونفيجوريشن كي ال ام، يبقى اول واحد 2 بعدين 8 بعدين اتفضل 2 هنحطه في اخر الكترون في اخر انرجي ليفل كي ال ام. ده اللي انت بتحله في الامتحان عشان ما ترسمش الدايره كامله، بنرسم اللي هي نص الدايره دي. طب تعالوا نشوف الرسمه دي. فاول انرجي ليفل في 2 الكترون، ادي واحده وادي واحده. طيب تاني انرجي ليفل في 8، تمام. اخر انرجي ليفل في ادي واحده وادي واحده في 2، يبقى ده كده الكوريكت الكترونيك كونفيجوريشن. طب الرونج بقى، الرونج هو موزع ال 12 الكترون على 2 انرجي ليفل، حط 2 في الاول وراح جه في اخر انرجي ليفل حط فيه كام؟ حط فيه 10، وده كده غلط، لان احنا قلنا الانرجي ليفل الاخير ما بيساعش غير 8 اونلي اهو. As the outermost energy level of any atom cannot hold more than 8 electron only، ما بياخدش غير 8. طب تعال نشوف في الرسمة التانية برضو غلط ليه؟ حط في اول energy level 2 بعدين جه في تاني energy level حط كام؟ 2 4 6 7، حط 7 وجي في اخر energy level حط 3، كده برضو غلط، لان الانرجي ليفل نمبر 2 بياخد 8، انت دلوقتي حطيت فيها اقل من الكميه وقمت طالع على الانرجي ليفل اللي بعده، يبقى كده غلط. بيكوز ذا لوور انرجي ليفل ال ماست بي فيلد ويز 8 الكترون، لازم املى المستوى ال بال 8 الكترون قبل ما اروح احط الزياده في الانرجي ليفل الجديد وافتح انرجي ليفل جديد. يبقى الالكترونيك كونفيجوريشن للمغنيسيوم الصحيح هو اول واحد 282، لازم مستوى الطاقة اللي في النص ده يكون فيه 8 الكترون قبل ما اروح افتح نيو انرجي ليفل احط فيه بقية الالكترون. كده بيكون خلص الدرس بتاعنا بتاع النهاردة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معنا في القناة ونعمل لايك على الفيديو. لو ليكوا اي سؤال اكتبوا لي في الكومنت وهرد عليكم، وان شاء الله في الفيديو الجاي نكمل مع بعض بقية شرح المنهج. كانت معاكم دكتورة صفاء شعلان، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.